عشرات الآلاف من الوجبات اللي تقدم يومياً للصائمين بساحات المسجد الحرام خلال الشهر الفضيل. ما يقارب 152 ألف وجبة يومياً، كذلك عدد السفر ما يقارب 2400 سفرة يومياً، تمر، كيك، فطيرة، تمر من زعنوة. السفرة 16 متر فيها 32 وجبة. آلية التسجيل عن طريق الموقع الهيئة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وحدة شؤون سفر الصائمين، يتم التقديم عليها. توجهنا للساحات الخارجية قبل أذان المغرب، والتقينا بأحد المشرفين على وقف الأميرة سيتا، واللي يقدم يوميا 9000 وجبة بساحات المسجد الحرام. ما نقدر نستغني عن الموضوع هذا، احنا وأولادنا معانا كل يوم في الحرم من الظهر يوميا من أول رمضان إلى آخر رمضان، من 12 سنة ما غبنا إلا أيام كورونا فقط. هذه السنة عندنا 9000 وجبة يوميا، مقسمة ما بين 6000 داخل الحرم و3000 موزعة على الساحات. العصير 200 ملي، أيضا إلى تمر 5 حبات منزوعة النوى، بالإضافة إلى فطيرة كرواسون 70 جرام، بالإضافة إلى كب كيك أو معمول أو كيك الدخن. من قبل رمضان تتسابق الجهات الخيرية وأيضا الأفراد لحجز أكبر عدد ممكن من السفر الرمضانية في ساحات الحرم المكي الشريف. لأخبار 24، نشمي القحطاني، مكة المكرمة.